ربنا بيديها لنا وما بنحسش بيها، بنحس ان هي مسلمات. الاول ممكن لو حاجه لسه جايه لك جديده تبقى فرحان بيها شويه، يعني مثلا الفلوس، لو انت لسه متخرج واول شغلانه ليك هتبقى فرحان جدا بالمرتب اللي بيجي لك. بعد شويه بتبتدي تعتاد عليه وتحس ان هو حاجه مسلم بيها. عندنا كل سنه في تقريبا 6 مليون واحد بيموتوا بسبب التدخين، بسبب سواء شكل مباشر او غير مباشر، ده غير الامراض الكتير اللي احنا بنشوفها واللي ناس كتير قوي بيحصل لها، وكل ده بسبب التدخين. انا شخصيا ببقى متضايق قوي لما بلاقي حد من الناس القريبين مني بيشربوا سجاير او بيدخنوا، بحس من جوايا نفسي قوي اخليهم يبطلوا حاجه زي دي. وحاولت كتير قوي فعلا مع ناس قريبين مني، ناس قرايبي او اصدقائي. فاحنا النهارده معانا عمرو المغربي علشان يكلمنا ازاي نقدر نساعد الناس دي انها تبطل سجاير وتبدا بدايه جديده في حياتها. خليني بس في البداية أشكركم على المقدمة الهائلة دي. فعلا الواحد لما بيعتاد حاجة بينسى قد ايه أهميتها في حياته. يعني فعلا الإنسان بيبدأ يشرب سجاير وفجأة يفوق على مشكلة صحية، فيبدأ من خلالها يعيد حساباته في القصة دي. وده هدف فعلا جمعية حبل تدخين. جمعية حبل تدخين قامت في 2008، هدفها الأساسي توعية المدخنين بطريقة غير تقليدية غير المعتاد عليها عن أضرار التدخين وإزاي يقدر يعرف يبطل السجاير أو ما أعلى من السجاير سنة بسيطة كده. جمعية حبل تدخين الفكرة بدأت أصلا من خلال مشكلة صحية عند أستاذة نسرين دبوس. أستاذة نسرين دبوس هي مؤسسة جمعية حبل تدخين. بدأت الفكرة عندها من لو جي واحد قال لها أنا بنتي ماتت بسبب الدخان اللي طالع من السجاير، والدكتور اتهمني ان انا السبب الاساسي في ان انا يجي لها كانسر الرئة. فمن هنا بدأت تفكر ازاي اقدر اوعي الناس ان انا لا الحق اموات كتير، الحق اطفال كتير من هذا الضرر. جمعية حبل تدخين اعضاء مجلس ادارتها مجموعة من المشاهير، الداعية مصطفى حسني نائب رئيس مجلس الادارة، الفنان حنان ترك، الاستاذ طارق الدسوقي، استاذ علاء بسيوني، كابتن نادر السيد. أعضاء فعلا حاولوا يأثروا في المجتمع، حاولوا يتكلموا عن قضية التدخين وقد إيه هم مؤثرين، فبيحاولوا يأثروا على الشباب إن هم يبدأوا يبطلوا التدخين يعني. فأنتوا هدفكم في الأساس توعية بس، ولا أنتوا توعية وكمان بتاخد المدخن تخليه يقلع عن التدخين؟ هو هدفنا منقسم إلى يعني حتتين. الأول الحتة التوعية، نقدر نديله بس باك جراوند كويسة على إزاي يقدر يبطل سجاير. القصة الثانية بنبدأ نشوف لو هو يقدر أو هو محتاج إن هو ناحية طبية أو دكتور يبدأ يديه روجيتا إن هو يقدر من خلالها يبطل سجاير، فبنبدأ نوجه لي بعض الأطباء إن هو يبدأ يخليه يبطل سجاير. بالفعل إحنا عملنا حبل تدخين، عملت أكتر من فاعلية، حاولت تنزل للمدارس وتوعي الجيل اللي هو لسه ما لمس السجاير، وحاولت تخش الجامعات ودخلنا جامعات كتير جدا. من سن كام تقريبا؟ انا دلوقتي بحس ان الاطفال من يعني في شباب من سن صغير جدا، يعني هم لسه في صغير يعني في ابتدائي. يعني ابتدائي فعلا. بالفعل في ناس كتير بتشرب سجاير. احنا دخلنا مدارس وبالفعل لقينا ناس كتير جدا في اعدادي مثلا، في اولى اعدادي، وتبدا تتكلم معانا بشكل انا عاوز ابطل سجاير. فاحنا نتخض، ايه ده انت لسه بتشرب سجاير؟ اولى اعدادي وعايز يبطل سجاير؟ ايه ده انت يا او واحد مثلا ابوه بيشرب سجاير، فهو مثلا متضايق جدا من العاده دي. فبيبقى عندنا الكاتيجوري ديت ان واحد عاوز يبطل سجاير وواحد عاوز يخلي ابوه يبطل سجاير. دخلنا جامعات ودخلنا نوادي، دخلنا نادي الصيد، دخلنا جي او سي، دخلنا السي اي سي، دخلنا جامعه القاهره، دخلنا عين شمس. في كل جامعه او كل ايفنت كنا بنعمله كان بيجي لنا فعلا الافات كتير جدا، بيبقى عن نفسهم يتكلموا او حد يكلمهم عن التدخين، عاوزين يبطلوا السجاير. وبالفعل فعلا يعني اي مدخن تحس فيه قضيه ان هو انا نفسي ابطل بس مش عارف، انا نفسي ابطل بس مش عارف، كل ما اجي ابطل ارجع، كل ما اضطر ارجع. فبنبدا نلعب معاه شويه العاب كده بسيطه ان نخليه يبدا يبطل سجاير. هل الموضوع مستاهل فعلا؟ يعني هل فعلا التدخين مستاهل ان احنا نعمل عليه التوعيه دي كلها؟ علشان في ناس بتدخن وبتعيش لغايه سن 90 سنه ما شاء الله مثلا، ويعيش ما عندوش اي مشكله صحيه، ما يموتش بسبب التدخين ولا اي حاجه. فممكن يقول الناس دي بتبالغ مثلا. لا هو بص يعني ضرر السجاير بيبقى باين عند الشباب من اول ماتش كوره يلعبه بعد اول سيجاره،
لو جربت تلعب ماتش كوره وانت بتشرب سجاير هتحس فعلا بتعب صدرك. فهو السجاير معروفه ضررها من اول ماتش كوره بعد في اول سيجاره، فكلنا بنبقى عارفين اضرارها. هل تستحق الوعي ده كله؟ اه تستحق، لاني اصلا قليل جدا اللي بيوعي في الكلام دوت. فكان لازم يبقى في جمعيه او في ناس معينه تبدا تتكلم عن التدخين، تبدا تخش توعي الناس، لان هو السيجاره مش السيجاره بتكتفي، ده السيجاره بتجر اللي بعديها، لان ما فيش حد بيكتفي. هو بيشرب سيجاره في اول يوم بيبقى متمزج، بعد فتره بيبقى مش محتاج السيجاره دي، بالعكس هو بيشوفها ان هي امر عادي جدا، فبيبدا يحتاج ان هو يشرب اكتر من سيجاره الى ان تصل علبه او علبتين وثلاثه، الى ان يصل بعد كده لمنطقة المخدرات بشكل عام يعني. فالسيجارة هي مش حاجة بسيطة أو حاجة هينة، بالعكس هي بداية لطريق وحش جدا. بداية أي حد اسأل أي حد بتاع مخدرات أو بيشرب مخدرات هيقول لك كويس جدا إن كان بداية سيجارة بنسبة كبيرة، بدايته سيجارة. هي بتكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين أكيد الحاجز. بتكسر الحاجز فعلا. أنا جربت دقت وأنا صغير سيجارة ما فهمتش أصلا ليه ممكن حد يكمل، يعني حتى طعمها كان وحش وريحتها وحشه وكل حاجه وحشه، مش قادر افهم ايه اللي بيشد حد ان هو يشرب حاجه زي دي يعني. بص هو في طبعا الاصدقاء وفي عوامل كتير جدا بتخلي تشجع يعني بدايه الاطفال ان تبدا تشرب سجاير، ودي مشكله كبيره. منها الاصحاب هم اللي بيشجعوا بعض اكتر على قصه التدخين ثم الى المخدرات والى الى اخي يعني. ولسه لغايه دلوقتي الموضوع فعلا يعني خد سيجارة عشان تبقى راجل حافظ بنفسك يعني. وانت خايف من ماما يعني ولا ايه؟ دي موجودة لغاية دلوقتي. اه طبعا طبعا. طبعا مفيش شك ان التدخين عادة سيئة وهو ضار جدا بالصحة، ويمكن زمان كانت الناس بتجادل لان ما كانوش عارفين اضرار التدخين، لكن بعد ما ثبت بالابحاث الطبيه والعلميه ان التدخين ضار بالصحه، حتى طلعت فتوى من الازهر ان التدخين حرام شرعا. اضراره طبعا اضرار صحيه واضرار ماديه، واضراره الصحيه اكتر من اضراره الماديه. الاضرار الماديه بتتمثل في اهدار اموال، وفي اللحظه اللي المدخن محتاجه هذه الاموال. اما الاضرار الصحيه دي طبعا القلب والصدر والذبحات الصدريه ودمار الجسم كله، وبالتالي هينفق فلوس كتير عشان يتعالج ومش هيتعالج، عشان ده بيضر بالصحة وبيأثر على الإنسان. لأن أنا قابلت حد في السعودية وإحنا في عمرة، فقال له يا ابني أنت لو ليك بيك ترضى حد يهدولك؟ طب لو هدولك هتعمل فيه إيه؟ قال له أنا ممكن أعمل حاجات مش كويسة، لكن قال له التدخين ده بيهد الجسم، فحاول ان انت تقلل حاجة بحاجة، او تاخد اي لبان او اي حاجة تتعود عليه لغاية لما ربنا يتوب عليهم من هذا الصم. اضرار التدخين يعني لها اسباب كتيرة في كل حاجة، مضر بالصحة وبالحالة النفسية، وهي اكتر حاجة بتهد صحة البنات. والله حضرتك اسباب التدخين هي تعود، وبعدين بيبقى اصدقاء السوء الاول، واحنا عيال صغيرة كده الواحد كان فاكر انه يعني لما يشرب سيجاره يبقى راجل وصغير يعني، فبقت عاده بقى. خلي بالك في سن معين بيبدا يحس ان هو عاوز يخلق الرجوله بتاعته، يخلق الرجوله لما بيشوف باباه مثلا بيشرب سجاير، فهو عاوز يبقى قدوته باباه، او شايف ان باباه هو الرجل اللي قدامه، ويبدا يشرب السيجاره عشان يحس انا لا انا فعلا راجل، انا زي ابويا دلوقتي، انا ممكن اتكلم كلام، ممكن اقعد قعده رجاله مش عارف ايه بسبب السيجاره دي. طبعا بالاضافه ان اصحابه يعني كلهم يا ابني انت مش تشرب علشان انت خايف من ماما، انت خايف من بابا، لا اشرب. فده كله بيأثر عليه يخليه يبدا يشرب سجاير، فده كله عوامل بتأثر على الطفل ده انه يبدا يشرب سجاير. خلينا اقول بس انا بدانا نعمل شكل الحمله بسيط جدا، ان احنا مثلا لو بننزل زي جامعه او نادي نبدا ننزل نوعي، بنبدا نعمل اوبنج ايفنت كده، بنبدا نتكلم نقول يا جماعه احنا موجودين لمده حوالي 10 ايام، ونبدا نقعد معاهم ال 10 ايام دول. بيبقى معانا جهاز اول اكسيد الكربون اللي هو بيقيس الماده السامه في الرئه، ده جهاز بيبين قد ايه انت الماده السامه في الرئه دي ماده من المواد اللي موجوده في السيجاره، بيبين قد ايه نسبتها عندك في الرئه بتاعتك. فيبدا يشوفها المدخن عينه اولى، ويبدا نقيس له ونبدا نديله خطوات هو ازاي يعرف يبطل. بعد اسبوع تاني بيبدا نتصل بيه نقول له تعالى قيس العينه الثانيه، بعد
طبعا لازم يكون بدا يجرب ان هو يبطل التدخين او يبدا يمشي على الخطوات اللي احنا اديناها له، فيبدا يقيس بالعينه الثانيه اللي هو بالجهاز اللي معانا دوت، فيبدا نشوف هل في فرق ولا ما فيش فرق، بيبدا يحس بفرق. لو هو بدا ماشي على خطوات الاقلاع بيبدا يشوف والله لا ده انا فعلا انا كنت جايب مثلا لون، احنا عندنا الجهاز ده ثلاث الوان اخضر واورنج واحمر، الاخضر ده الطبيعي جدا، الاورنج دوت اللي هو داخل على مرحله الخطر، واحمر اللي هو مرحله الخطر. مثلا لو بدأ في المرحلة الأحمر فيبدأ بعد ما يمشي على خطوات الإقلاع يبدأ يوصل لمرحلة الأورنج، فيبدأ يبقى فرحان، فيبدأ يقتنع أنه ممكن يبدأ يبطل سجاير أو يصدق نفسه أنه يقدر، بس محتاج حد يزقه زقه زي ما بيقولوا. وكل ده بقى عمرو انتوا بتعملوه في خلال العشر ايام بتوع الحمله بالزبط. ولا عندكم بقى سبل تانية ان انت تتابع مع واحد عايز يبطل تدخين وتقعد معاه وقت اكتر؟ بص، هو محمد هو قصه كلها متوقفه على الشخص اللي قدامي، يعني لو انا واحد اوريدي هو يقدر يبطل معايا في العشر ايام دول فبيبقى مرحب بيه، فعلا بيبقى حاجه كويسه جدا، وفعلا ناس كتير جدا بتبطل معانا. بس في شخصيات ما بتبقاش قادره، في شخصيات صحيه مش بتبقى قادره، فبنبدا بعد ما نخلص معاهم الكامبين دوت بنبدا نعرضه على دكتور يبدا يشوف الحاله الصحيه بتاعته. وبالمناسبه يعني احنا حتى كان انا اتذكر في قصه شخصيه حصلت معايا انا، يعني كنا في جامعه عين شمس وجانا واحد كل ما يجي يبطل يكح دم، فكانت مشكله. ايه ده انت بتهزر، انت ازاي مش يعني انت لازم تبطل دلوقتي مش قادر، فبدا ياخد طريق تاني بقى، انا خلاص انا عمري ما هقدر ابطل، ان انا باجي ابطل بكح دم. بدانا خدناه وفعلا وديناه مستشفى الصدر، وكان عنده التهاب شديد جدا لدرجه ان الدكتور الصدر كتب له ادويه كتير جدا، وقعد بقى بيعالج نفسه فتره ما يعني. فلا، في ناس بتستدعي ان احنا لازم نوديها للدكتور او بتستدعي ان نوديها للمستشفى. وطبعا ما شاء الله فعلا دكاتره اللي بتساعد كتير جدا، يعني ناس كتير جدا تقدر تمد ايديها في حاجات زي كده كتير يعني. وعمرا كنت فهمت من كلامك ان تقريبا انت بتقول ان في ناس كتير قوي بيبقوا بيجوا لك هو متحمس جدا ان هو نفسه يبطل، بس هو يعني هو انتوا مفيش جامعات غيركم بتعمل الكلام ده؟ على حسب معلوماتي، على حسب ما انا متخيل، هو في ناس كتير جدا بتعمل حملات توعية ضد التدخين وننزل نعمل الجري ضد التدخين والكلام ده. تمام. هو بص، هو في طبعا في جمعيات بتحارب التدخين وفي هيئات حكوميه كمان بتحارب التدخين، وشغل جميل جدا ومجهود رائع، ولكن قد يكون ان احنا اول ناس نقابله على ارض الواقع، يعني ممكن يكون في وعي من خلال السوشيال ميديا او من خلال التلفزيون، ممكن يكون من خلال الارض على ارض الواقع يعني، ولكن هو بنسبه 90% لما بيلاقينا بيلاقي زي ما اقول انا ما شفتش الستايل ده قبل كده، انا عاوز اتكلم معاك. ففي كتير جدا طبعا بيجونا علشان احنا بننزل على ارض الواقع اكتر، بنبدا نتكلم معاهم، بنبدا نوعيهم بطريقه غير تقليديه وفيها منهج برضو، مش بشكل فردي زينا زي اصحابنا باجي اتكلم مع صاحبي بشكل عشوائي اكتر، لا احنا بنتكلم بمعنى دكاتره، فالدكاتره ممكن تتكلم معاه لو هو عاوز يستشير الدكتور في اي حاجه او اي مشكله حصلت له. بنبدا نتكلم كاصدقاء اولا قبل ما نتكلم كدكاتره، ايه مشاكلك، ايه اللي بيخليك تروح لناحيه السجاير، قعدنا يعني بنديله الدنيا وردي زي اكتر زي ما. عمرو، ايه الاضرار اللي بتيجي من التدخين؟ ايه الاضرار اللي فعلا الموضوع يحس بقى ان انت داخل في مرحله الخطر، انا لازم ابدا بقى
ابطل التدخين. بص هو منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه معترفين اعتراف هائل، ويمكن اصلا كمان شركه التدخين اللي مش عاوز اقول اسمها معترفين ان هي بتجيب الكانسر، وحتى كاتب كده على العلبه. فهو ما بقى يعني ما بعد الكانسر ما فيش، يعني انا اقل مرض خلاص انا جبت الاعلى، يعني مش مهم بقى الامراض الاقل من الكانسر. فانا اي مدخن بيبقى معترف جدا ان هو بيجي له في خطر ان هو ممكن يقدر يجي له الكانسر. طبعا بعيد عن الازمات كتير جدا، ممكن يحصل مشكله في القلب، ممكن يحصل مشكله في الرئه، حاجات كتير جدا من شفناها مع الشباب اللي احنا كنا بنتكلم معاهم وبنحسها بيهم. وياما شفنا اعراض كتير جدا في ناس ان هو عندهم مشاكل صحيه كتير بسبب التدخين. سؤال بقى، الصور اللي على علب السجاير في صور غريبه كده، يعني حاجه واحد زوره طالع اصلا منه، الكلام ده حقيقي فعلا يعني ممكن؟ طبعا هو ده كانسر. ايه المرض ده اصلا؟ هو ده كانسر. فهو كل خلي بالك هو اللي بيحط الصور ده، وطبعا على فكره هي اثرت يعني اثرت تاثير كويس على حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه. الناس بقت تجيب كفر للعلب. بقت تجيب يعني ودي حاجه حلوه ان هو بقى يهرب حتى من شكل العلب، فدي كويس يعني. طبعا هو في امراض كده، طبعا في امراض افظع من كده كمان. يمكن احنا عندنا بنعلق صوره على البوث بتاعنا في كل كامبين فيها اضرار التدخين بشكل عام من كل كانسر. انت ممكن تشوف الصوره تتخض، يعني انا بتخض لما بشوف الدرجه. انا لما باجي اوعي الناس ببقى موعي والصوره في ظهري عشان مش بحب اشوفها خالص بعد ما فعلا في فعلا شكلها وحش جدا. كانسر لما بيغرق الدنيا بيبقى. انما عمرو برضو يعني هو التدخين بيجيب كانسر، ده متفقين عليه، بس لازم تكون مدخن شره جدا وقاعد بقى لك سنين وسنين ومش عارف ايه. فواحد تاني ممكن يقول لك يا عمي ما انا بشرب سجاير وبنزل العب رياضه واروح الجيم وعادي، يعني الدنيا ما فيهاش مشاكل يعني. فانت بحكم خبرتك بقى وبحكم اللي انت شفته، يعني هنتكلم في مدخن بسيط لو واحد ما بيشربش مثلا، بيشرب نص علبه ولا حاجه، ايه الاضرار اللي بتعود عليه؟ يعني انا ازاي اقنعه واقول له ان انت نص علبه مش بسيط، انت لي نص علبه مش بسيط يعني نص علبه معقول؟ اعرف ناس تشرب اكتر من علبه في اليوم، سيجارتين ثلاثه اللي هو متدخن متوسط. فيعني انا ازاي اقنعه واقول له ان انت اللي بتعمله ده غلط؟ طب طالما هو شايف نفسه عايش كويس والدنيا ماشيه معاه تمام. بص هو القصه قصه مناعه مش اكتر، يعني في واحد يشرب سيجاره يبدا يحصل له مشاكل كتيره جدا، وفي واحد يشرب سجاير يبدا يستمر شويه الى ان تصل الى مرحله معينه يتعب. بس لا شك ان في الاول وفي الاخر ان ده هيوصل للتعب وده هيوصل للتعب، بس في واحد بيوصل للتعب بسرعه جدا لان مناعته مثلا اضعف، في واحد بيوصل لمناعته بسبب مناعته القويه مثلا للدنيا بعديها بشويه، فاهمني؟ فهي قصه في الاول وفي الاخر انت بتتكلم على سجاير قاتل المناعه اصلا، يعني حاجه بتقتل المناعه. فانت شئت ام ابيت انت هتتعب، وانت لازم تكون حاسس بيها. يعني انت لو واحد رياضي كويس جدا هتبقى حاسس بيها جدا، حتى زي ما قلت لحضرتك قبل كده في ماتش الكره الاولاني بعد اول سيجاره بتبقى حاسس ان انت تعبان. فهي القصه كلها سواء بتلعب رياضه، ده شيء كويس انت بتلعب رياضه، ولكن لو بطلت التدخين هيبقى شيء احسن بكتير جدا من غير التدخين يعني. طب هو التدخين يصنف عاده يعني هو ولا ادمان؟ بص احنا عملنا موبايل ابلكيشن بيحاول يساعد المدخنين بطريقه غير مباشره كده. موبايل ابلكيشن ده فيه اربع تابات، التابه الاولانيه بيتكلم على اضرار التدخين بشكل تكست كده بسيط، التابه الثانيه بيتكلم عن ثمن التدخين، انت شربت سجاير بقى لك كام سنه، فبيحسب لك التكلفه وقد ايه التكلفه بتبقى صعبه جدا. التابه الثالثه دي تابه مهمه جدا، تابه الاختبارات، ودي تحت اشراف دكتور اسمه دكتور وائل صفوت. ادانا اختبارات، الاختبار الاولاني بيتكلم عن انت نسبه تدخينك قد ايه، انت مدمن ليها ولا ادمانك متوسط ولا ادمانك عادي مفيش ادمان اصلا. وفي اختبار تاني بيتكلم انت ليه بتشرب سجاير. تمام. الجميل قوي ان بعد اول اسبوعين من الموبايل ابلكيشن دوت، وده كان فعلا اول موبايل ابلكيشن باللغه العربيه على مستوى الشرق الاوسط، كان دخلنا حوالي 16 دوله، حوالي 1500 واحد بعد طلوع الموبايل ابلكيشن ده باسبوعين، وطلعنا نقدر نستفيد جدا من الموبايل. اسمها ايه؟ اسمه ايه الموبايل ابلكيشن؟ اسمه حياه بلا تدخين على اندرويد. اندرويد موبايل. اندرويد وايفون ولا لا؟ لا اندرويد بس. المرحله الجايه ان شاء الله اللي هو الايفون ان شاء الله، وهنطور في الموبايل ابلكيشن اكتر. طب حلو قوي. يبقى احنا نقول للمشاهدين بتوعنا لو حد عايز يبطل تدخين يخش على حياه بلا تدخين. يس ندور على حياه بلا تدخين ابلكيشن زي الفل. عمرو والشباب عاملين القصة ان احنا فوجئنا جدا بالاحصائيات، يعني احنا كنا بنتكلم ان السجاير ادمان ومش عارف ايه، وكان كل توجه الشباب عندنا اللي بتحاول تبطل او تخلي ناس تبطل سجاير خلي بالك دي ادمان دي ادمان دي ادمان. فوجئنا بالاحصائيات ان معظم الناس بالسيرفي دوت
ان هو عباره عن تخفيف توتر. كان في 7 عادات في السيرفي ده، فمن ضمنها تخفيف التوتر، ده كان اكبر نسبه تخفيف التوتر. السجاير بتقلل التوتر عندي. يعني بشرب السجاير بسبب ان انا عاوز اقلل توتري، فاهمني؟ فبدا فعلا بتقلل التوتر اكيد طبعا، ان نسبه النيكوتين بتخش. طبعا، انما هي مش ادمان، يعني ده معناه اللي انا فاهمه من كلامك، هي مش ادمان بيولوجي، مش حاجه بتخش بالظبط. بص، معظم الناس اللي دخلت على الابلكيشن ده وكتبت انا ليه بشرب سجاير، كانت النتيجه طالعه له ان انت مش مدمن، او انت اصلا مش بتشربها عشان انت، عشان هي ادمان عندك، ان انت بتشربها علشان حاجه معينه. كنا بنبدا نديله الحل دوت، تمام. فهي القصه كلها بدانا حتى نبدا نغير الاستراتيجي بتاعه الجمعيه. ده يا جماعه، ده ناس كنا احنا بنتكلم على الادمان، بقينا نتكلم على تخفيف التوتر. ده احنا محتاجين دكاتره نفسيين تبقى معانا، محتاجين ناس تنميه بشريه تيجي تتكلم معانا عن ازاي تبدا تقلل التوتر اللي جواك، عشان تبدا تساعدنا من جوانب تانية نقلل فيها عدد الناس اللي بتشرب سجاير. فتخفيف التوتر الناس، يعني فكره ان انا اقعد مع دكتور نفساني عشان ابطل سجاير، هقول له انا مش دكتور نفساني. احنا كنا عملنا كده في كامبين، كنا بنجيب ناس برمجه لغويه عصبيه وتبدا تتكلم بشكل جماعي، تبدا تقنعه من قد ايه من جوايا ان انا اقدر، ان انا اقدر ابطل السجاير، وان انا اقدر، وان الموضوع مش موضوع ادمان، والموضوع بسيط جدا، وتبدا تخفف التوتر عند كل واحد جواه توتر من الناس المدخنه. فتبدا تعالج نقطه مهمة جدا. ما هو التدخين مش ان انا اجي اقول لك بطل السجاير، بطل السجاير، لا خالص. الموضوع كله لا، لازم يبقى مترتب. انا والله عندي انت بتشرب سجاير ليه؟ انا بشرب سجاير علشان انا بخفف توتري. طب تعالى ممكن نتكلم، ندردش شويه، قدرت اجيب معاك نتيجه فابدا اعرضك كمان، لو ما قدرتش اجيب معاك نتيجه ابدا اعرضك على دكتور، الدكتور يبدا يخفف من التوتر بتاعك عشان ابدا اعالجها من الجذر. خلي بالك، بص، في مشكله كبيره جدا بتقابل المدخنين، او 3/4 المدخنين لم يكن كلهم، ان هو فعلا بيبطل سجاير فعلا بس بيرجع، فبيبقى عنده نوع من الاحباط غير عادي. وانا ليه بشرب سجاير وما اجي اروح مبطلها وبعد كده ارجع تاني؟ هو الاصل ان هو ما عالجش الجذر بتاعها. فيعني خلي بالك، احنا بنلعب على قصه ان انا مش عاوزك ترجع تاني ليها، فبنلعب على الجذر اكتر. وهو انت بقى، يعني انا اللي انا فاهمه منك ان انت مش بنقعد نفضل ندور على سبب لحد ما نوصل للسبب الرئيسي اللي هو بيقال عليه بالزبط. الروت كوز ساعات الجذر بقى، الجذر بقى. انتوا بقى ايه؟ يعني انا واحد مثلا جيب انا بشرب سجاير، ايه بقى الخطوات اللي انتوا بتتابعوها معايا كمدخن عشان تخلوني اقلع عن السجاير؟ احنا مبدئيا بنبدا زي ما قلت لك في الحمله، بنجيب معانا جهاز بيقيس اول اكسيد الكربون اللي هي الماده السامه في الرئه، دي ماده من المواد الموجوده في السجاير، بنبدا نقيس له. بناخد كعينه اولى، والله انت حضرتك كنت جايب مثلا 95% من اللون الاحمر اللي هو اخطر حاجه مثلا، ونبدا نتكلموا ايه الخطوات اللي يبدا يبطل فيها. بنبدا نلعب معاه لعبتين بسيطه جدا. اللعبه الاولانيه هو تقليل عدد السجاير، طبعا برضو ده كله راجع على الشخصيه اللي قدامي. في شخصيه تقول لك انا لازم ابطل مره واحده، في شخصيه ما اقدرش ابطل مره واحده، فاغلبيه بيحبوا يبطلوا على يعني على ايام. فابدا اجيب علبه السجاير، اشيل منها سجارتين ارميهم، العلبه اللي بعديها 4، العلبه اللي بعديها 6، بقلل عدد السجاير. السجاره هي بطولها مثلا بشربها في 5 انفس، فبقطع السجاره الربع الاولاني اللي فوق، بحيث او ما اقطعش الربع الاولاني، بحاول اشربها على 4. ده كله بيخلي لي اقلل عدد التدخين اللي بيخش جوه جسمي شويه. فانت ما عندكش طريقه معينه ان انت تعالج بيها الناس او ان انت تساعدهم هو يبطلوا، انت بتقيم كل واحد، انت محتاج طريقه كذا، محتاج طريقه كذا، عندك سيستم يعني ده كذا وده يبقى محتاج كذا وده محتاج كذا. بص، هو بالفعل يفضل ان انت كل واحد تشوفه قدام عينيك وتبدا تتكلم معاه اكتر يعني، وتعرف الطريقه اللي تناسبه، لان في شخصيه بتختلف عن شخصيه، زي ما احنا خلينا متفقين على هذا المبدا. ولكن في قوانين عامه بتبقى حطاها منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه، ان انت ازاي تعرف تبطل سجاير، او انت ما تكون محتاج تبطل سجاير تعمل 1 2 3. ففي قوانين عامه، ولكن في قوانين احنا بننزل بيها في على ارض الواقع، ونبدا نتكلم ونشوف الشخصيات اللي قدامنا، ونبدا نتكلم في قضيه انت ازاي تبطل سجاير. ماشي، هي الاراده، هي مش محتاجه غير ان انت تكون عندك اراده. دي حاجه، واحد عامل التدخين ده عامل زي الادمان، بتقدر تبطله ما بتقدرش تبطله، فدي حاجه بترجع للشخص نفسه. السجاير عاده، فالمفروض العاده بالتعود، يعني يخفف من النسبه بتاعت السجاير، يلهي نفسه او يشغل باله
بالذكر بالرياضه. هي ليها اضرار كتير، اول حاجه اضرار صحي واضرار ماديه. هو الحكايه مش حكايه ان انا مثلا بضر نفسي ولا بضر اي حد، الحكايه ان انا لو البني ادم نفسه مش عاوز يشرب مش هيشرب. اللي بيدخن ما عندوش اراده انه يبطل، ما عندوش اراده. التدخين يعني او الاقناع عن عاده التدخين محتاجه اراده، محتاجه قرار من صاحب من المدخن نفسه عشان يقلع عن هذه العادة السيئة، وده اللي بيخلي الجدل مستمر. قصة ان احنا تقليل عدد السجاير اللي هي اللعبة الاولانية احنا كنا بنتكلم عليها، دي قضية مهمة جدا، ان انت حضرتك بتبدأ بتقلل عدد النكتين اللي بيخش جوه جسمك والدخان والكلام ده كله، فده كله بيديك يعني عندك الخطوة القادمة ان انت تقدر تبطل خالص. الخطوة التانية ودي مهمة جدا ولكن صعبة جدا، هي خطوة ان انا ازاي اشيلها من دماغي. فاحنا بنبدا معاه على الخطوات اللي هو بيبطل فيها، بيبقى في رينج 10 ايام او اسبوع ماكسيمم يعني. فبنبدا معاه نقول له والله بص حضرتك عاوز تشرب سجاير اشرب، بس يعني ايه، كل واحد بيبقى ليه لايف ستايل زي ما بيقولوا، يعني في واحد بيحب يشرب السيجاره بعد الاكل قوي، او بيبقى مدمن الحته دي بالذات، او بيبقى مدمن السيجاره بتاعه الصبح اللي هي على الريق عشان يعرف يتعامل مع الناس. كل سيجاره بيبقى ليها مبرر بالمناسبه يعني، او بيعرف لازم السيجاره اللي اول ما يركب فيها العربيه، او لازم بيبقى مواعيد معينه للسجاير. يشرب سيجاره لما يكون فرحان بالظبط، وبعدين يشرب سيجاره لما يكون زعلان. يشرب سيجاره لما عمل حاجه حلوه، ويشرب سيجاره لما عمل حاجه وحشه. فهو يعني هو تقريبا ده بتاع كله. لا بس هو القصه ان كل مدخن بيبقى ليه سيجاره معينه ما يقدرش يبطلها. ابطل السجاير كلها الا السيجاره دي، هي الاساس بتاعتي، مع الشاي مع الكولا مع مش عارف ايه. بالظبط بالظبط، بعد الاكل هي يعني هو ده اللفظ الصحيح، ان هو لازم احبس بعد الاكل بسجاره. فخليني متفق معاك ان انا بمسك الشخصيه دوت وابدا اقسم السجاره ليه، بحيث ان انا اقصر. يعني احنا خلينا متفقين على تايتل ان انا بحاول اقصر كلمه الاراده اللي هي الكبيره عندنا الى اجزاء نخلينا اقدر اعدي بيها ان انا ابطل سجاير. فببدا السجاره اللي هي بتشرب بعد الاكل، مثلا اقول له حضرتك هتشربها بس بعد الاكل بربع ساعه، بكره بتلت ساعه، بعده بنص ساعه، فما بقاش ليها ميعاد معين. بحاول العب شويه على الناحيه العقليه دي، اللي هو انا مش ليا ميعاد معين ان هو اقدر ابطل في ساعه اشرب فيه السيجاره، اسف ان اشرب فيه السيجاره اللي هي بعد الاكل. لا ده انا حضرتك النهارده كانت ربع ساعه، بكره كانت نص ساعه، خلاص بدات انساها. في واحد بيشرب السيجاره بعد المحاضره في الجامعه، فاقول له حضرتك اشربها بعد المحاضره بخمس دقائق، والله خلاص بكره بيبقى 10 دقائق، بعده بيبقى نص ساعه، بعده نظم المحاضرتين على بعضيهم وهو ناسي ان هو يشرب سيجاره. فهي الخطوه الثانيه اللي هو يبدا يعود نفسه بتايم اكتر ان هو ما بيشربش السيجاره الاساسيه بتاعته. كل ما يكون محتاج سيجاره بنبدا نخليه، لا حضرتك تقدر تفكر في حاجه لمده خمس دقائق. الحاجه الخمس لمده خمس دقائق دي بتخليك تبدا تنسى طعم السيجاره او نفسك في السيجاره. دي لعبتين بساط جدا بنتكلم فيهم بشكل شخصي او بشكل اصدقاء مع المدخنين، الى ان نكتشف ان شخصيته برضه ممكن ما تقدرش، ان هو مش قادر يستوعب حاجه زي كده او مش قادر يكمل معانا في حاجه زي كده. بنبدا نعرضه على دكتور، والدكتور دوت يبدا يكتب له على دواء يخليه شويه ان هو يبطل او يعوضه عن النيكوتين ويخليه يبطل سجاير. هستاذنك يا عمرو نطلع فاصل ونرجع تاني. عايز تعيش حياة بلا تدخين يعني تعلن الحرب على التدخين، لأن دي حاجة مش هزار. التدخين بيكلف صحة المصريين لو اتكلمنا على مصر مبالغ بالملايين. حجم الخسارة اللي بتخسرها الدولة بسبب أمراض الرئة وأمراض القلب وأمراض الشرايين غير طبيعية. هما بره عملوا إيه؟ إحنا لازم نشوف ناس تجربتها في الحاجات اللي سبقونا عملوا إيه؟ حاربوا التدخين. طيب حاربوا التدخين ازاي؟ قال لك اي حته مقفوله مفيش تدخين، طيارات مفيش تدخين، مطاعم مفيش تدخين، بارات مفيش تدخين، مصانع مفيش تدخين، شركات مفيش تدخين. عايز تدخن في شركه هتقعد في اوضه ازاز منبوز حجم الدخان اللي فيها غير طبيعي يكفرك ويخليك تزهق من ريحه السجاير. يبقى انت لما بتحارب السجاير بتحارب المخدرات، ما
بس بتحاربها من الاول قوي. فدي حاجه النهارده تكلفه مصر في السجاير كام؟ مصر ما بتزرعش دخان. كل توباكو اللي بيجي مصر جاي مستور. كل الشيشه اللي جايه لمصر عشان الناس بتشرب فيها شيشه المعسل بتعمل في مصر، بس التوباكو بتاعها جاي مستورد. حجم استيراد التوباكو والمعسل ورق السجاير الومنيوم السجاير كرتون السجاير علب السجاير معدي مليارات. ليه مصر بيشربوا سجاير كتير؟ علشان القدوه اللي هم بيشوفوها بتولع السيجاره. يبقى انت لازم تحارب القدوه اللي هم بيشوفوها. مفيش حاجه اسمها فيلم عربي يطلع فيها بطل يشرب سيجاره، لا. الفيلم ده مش هياخد الرخصه بتاعته، مش هينزل السوق. نلغي فكره ان السيجاره ليها علاقه بالشخصيه الشديده المرحه الحبوبه اللذيذه، لا. السيجاره ليها علاقه بالشخصيه التعبانه المريضه اللي متاثره بحاجات قديمه في العقل الباطن وهو مش عارف يخلص منها. انت هل لازم الناس تكون جايلك بارادتها فعلا، ولا انت ممكن مثلا حد انا اديك نمره حد مثلا صاحبي ونفسي ان هو يبطل سجاير وانا مش عارف اتعامل معاه فانت تكلمه مثلا، ولا لازم يجي من نفسه عشان يبدا هو يسمع كلامك اصلا ان هو يجي ويبدا يمشي على الخطوات اللي هتديها له؟ خلينا متفقين ان احنا اللي بننزل الناس مش الناس هي اللي بتجينا. يعني انا مش ببقى قاعد في الجمعيه في المقر بتاعي واقول يا جماعه اللي عاوز يبطل سجاير يشرفني وانا هخليه يبطل سجاير، لا بالعكس، انا بنزل له جمعيته، بنزل له النادي بتاعه، بنزل له مدرسته، بنزل له اي مكان يتخيله انا ممكن يلاقيني فيه، فانا اللي بنزل له وببدا احاول اقنعه. هو جاست انا بقول لحضرتك ان هو عاوز يبطل بس مش لاقي اللي يوعيه صح، فهي القصه كلها ان انا بكون قدام عينيه فبيبدا يجي لي ان هو عاوز يبطل. بنسبه كبيره جدا من المدخنين اللي بقى لهم فتره من في التدخين بيبقى عاوز يبطل سجاير بس مش لاقي الفرصه ان هو يبطل فيها او مش لاقي حد يعينه على حاجه زي كده. وانت عمر بقى تقريبا ايه نسبه الناس اللي بتبقى خدت خطوه التبطيل وفعلا بقى بتبطل؟ احنا بننزل كامبين، خلاص الكامبين دوت بيبقى هدفنا ان احنا نوعي الناس عن اضرار التدخين ونخليهم يبطلوا السجاير او يبطلوا الحاجات اللي بعد السجاير كمان. بيبدا ناس كتير جدا بتحاول تقلل معانا بس ما بنعرفش نخليهم يبطلوا اثناء الكامبين ونخليهم نكمل احنا معاهم متابعه بعد ما بنخلص الحمله بتاعتنا. في ناس بالفعل بتبقى ارادتها قويه جدا فبتبدا تبطل. فبنسبه قد ايه ممكن تقول مثلا بنسبه 20% من الناس بتبطل فعليا او اقل شويه، لان طبعا قرار ان يبطل سجاير برضو قرار مش سهل خالص. بيبدا يبطل معاك، بنبدا ناخد اكتر ناس هي بالفعل نسبتهم فعلا بطلت 100% ونبدا نكرمهم في الكامبين ده. في نهايه الكامبين بيبدا النجوم بتوعنا يبدا يدوهم جايزه بسبب ان هم بطلوا السجاير. فدي مثلا ممكن الجوائز بقى ده الحلقه ولا طب انا كنت اشرب سجاير واجي لكم كلكم تعالى نور. طب يا عمرو ايه اكتر حمله نزلته وحسيت ان هي كانت اكتر حمله ناجحه مثلا، وايه اللي كان مختلف فيها؟ بص، هو احنا بننزل كل جامعه وليها ستايل زي ما بيقولوا، او احنا نزلنا حمامات كتير جدا. في جامعه زي جامعه القاهره مثلا تلاقي عدد كبير جدا من الناس بيخش عليك وكلهم فعلا عاوزين يبطلوا وبيبقى ليهم ستايل معين لازم تتكلم فيه. في جامعه زي جي يو سي مثلا فتلاقي نفسك في وسط ناس عاوزه تتكلم بستايل معين او ليه اضرار او عنده مشاكل تانية عاوزه تخليها تحلها لها علشان تخليهم يبطلوا سجاير. يمكن اكتر حاجه كانت مختلفه في جي يو سي كمان ان احنا بدانا نعمل فكره كانت مختلفه عندهم او هم اتشدوا ليها. كنا بدانا نعمل في الكامبين نفسها حاجه اسمها المولد، نجيب طبل وزمامير وشكل مولد وبدانا الناس تفرح وتبقى ايه ده ايه الانجذاب الغير عادي ده، ايه ده عندنا في الجامعه الكلام ده، ويبدا يجي يلعب اللعب بتاعه المولد ونبدا نشرح له ايه مشاكل التدخين ونبدا نجذبه من خلال حاجه مولد هي بالنسبه له فكره جديده او بالنسبه له فكره ما كانش يتوقعها في جامعته. فبدانا بننزل كل جامعه وبيبقى ليها فكرتها او بيبقى ليها الستايل بتاعها وبيبقى ليها الستايل حتى الكلام بتاعها. طب عمرو، ما انتوا يعني عاملين شغل جامد قوي في مصر، يعني ما فكروش بقى تطلعوا بره مصر او حاجه حتى في الدول العربيه؟
بصوا احنا بالفعل دخلنا مسابقه في الاردن تحت رعايه الملك عبد الله، وخدنا من افضل 10 مشاريع على مستوى الشرق الاوسط في الابداع الشبابي. وبالفعل بدانا في ناس كتير جدا بدات تطبق الفكره وحتى بعلم مننا، وفي ناس بدات تطبقها من غير علم مننا، يعني في معظم الدول. وبدانا حتى كمان نتكلم معاهم من خلال السوشيال ميديا، فيسبوك او من خلال الموبايل ابلكيشن. ناس كتير جدا بدات تخش على مستوى الشرق الاوسط كله، يبدا يخش يتكلم من خلال الفيسبوك او من خلال الموبايل ابلكيشن، يحاول يعرف ايه حياه بلا تدخين، يحاول يجرب ازاي يبطل التدخين، يحاول يدعونا هناك. بس طبعا بيبقى الموضوع شويه صعب ان احنا نطلع بره مصر، ان طبعا بيبقى فيها تكاليف مختلفه يعني. وانتوا اصلا في الاصل انتوا جمعيه او جمعيه مش تابعه للحكومه صح؟ لا لا، احنا جمعيه اهليه، جمعيه غير هادفه للربح يعني. والحكومه بقى بتساعدكم في حاجه او انتوا يعني انتوا ايه طلباتكم اصلا من الحكومه؟ بصوا احنا بالفعل الحمد لله تم التعاون مع منظمه الصحه العالميه وعملنا بروتوكول، وبالفعل عملنا حاجه اسمها مسلسلات بلا تدخين. وبدأنا نعمل إحصائيات إن الأفلام أو المسلسلات في رمضان اللي فيها التدخين قد إيه كمية التدخين اللي فيها. دخلنا وتعاوننا وعملنا ويب سايت فيه نجمع كل الناس على مستوى الشرق الأوسط تقدر تتكلم من خلال الويب سايت دوت عن التدخين. بدأنا نتكلم نخلي الويب سايت دوت طبعا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بنخلي الويب سايت دوت يعرف إحصائيات كتير جدا تقدر تتقال من خلال الويب سايت دوت. فده تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية، دي منظمة طبعا معروفة، وتعاوننا كتير جدا مع صندوق مكافحة الإدمان وهيئات حكومية كتير جدا يعني. ومين يا عمرو اللي بيدعمكم مثلا؟ بتجيبوا فلوس منين عشان تصرفوا على كل المشاريع اللي انتوا بتعملوها؟ بص هو احنا كل حمله وبنحاول ندور على سبونسر فيها ونبدا يعني يبقى الراعي الرسمي للحمله ديت. نزل معانا كتير جدا شركات مختلفه، العربي، توشيبا العربي يعني، وجهينا كراعي رسمي للحمله معينه. صندوق الملك عبد الله ادانا المنحه اللي هي انا حكيت عليها من شويه، بدا كان برضو قدر من المال بدا يمشينا. بندور يعني على سبونسر مش اكتر يعني، او مش ناس في كلمه بندور يعني، بيبقى سبونسر مش سبونسر او تبرعات الاثنين. وكلكم انتوا يا عمرو انتوا في حد يعني كلكم متطوعين صح ولا في حد شغال؟ في ناس شغاله وفي ناس متطوعين، الاغلبيه طبعا متطوعين. اللي شغال بيبقى شغال فقط منسق او اوفيس بوي او حاجه زي كده بس. اما معظم الناس اللي بيتكلم المدخنين طبعا كلهم متطوعين، كلهم بلا استثناء يعني. انت ايه اللي خلاك تتحمس لفكره زي دي؟ انت بقى عمرو بالذات ليه قلت انا هشتغل في القصه دي وهبدا اساعد؟ انا دخلت الجمعيه او تحمست للفكره اكتر علشان كنت واحد من الناس اللي يعني حصل لهم برضو مشكله بسبب السجاير، ان جدي توفى بسبب ان هو كان حريقه سجاير وحريقه شيشه. فكان موضوع اصلا عندي من الصغر ان ازاي حاجه زي كده تقتل حد، او ازاي حاجه زي كده تخليني يبعد عني جدي، او فكنت لازم افكر في حاجه زي كده. الى ان لقيت الجمعيه قدام عينيا وانا في الجامعه بدات اشترك معاها، وعجبتني جدا الفكره فدخلت معاهم ووعيت عشان الناس ما تتحرمش من بعضيها بسبب السجاير يعني. بس عمرو الفكره برضو يعني، واحنا كمجتمع بشكل عام احنا بنستقبل السجاير والمدخن على ان هو موضوع بسيط جدا، ويمكن كمان الاعلام او سواء الدراما بتطلع عادي يعني، بتسلط الضوء عادي على المدخن بشكل عادي جدا طبيعي جدا، وده اكيد بيأثر ذهنيا بشكل او باخر على الناس بتدخن. فانتوا فين دوركم بقى في حاجه زي كده؟ بصوا احنا اكيد ده منطقه زي ما يقولوا حرب كبيره جدا، هي منطقه الاعلام. فعلا الممثلين قدوه كبيره جدا، وحتى بتغير الستايل الاخلاق للشعب كله، مش في السجاير بس، في كل حاجه. احنا بنحاول نقدر نجيب النجوم اللي هي بتلتزم بالاخلاق ديت ونوعيهم، او اسف هي بتوعي الشباب ان هي يا جماعه الكلام دوت جاست تمثيل فقط، او يا جماعه احنا الحاجات دي بنرفضها اصلا في التمثيل، وحقوا اوعوا تشربوا الحاجات ديت. تعاوننا مع منظمه الصحه العالميه في رمضان ان احنا نطلع مسلسلات بلا تدخين، وبالفعل كان في ناس بتستجيب جدا، ومنتجين كمان كانوا بيستجيبوا، ومخرجين وممثلين بيستجيبوا معانا في قصه زي ديت. وبالفعل يعني فنانة حنان تركي هي عضو مجلس إدارة معانا، وبالفعل عملت مسلسل كامل بلا تدخين. فده كله بنحاول نحارب في القصة ديت، ولكن هي موضوع مهم جدا، شوية صعب لأن تخترق هذا المجال، ولكن لا بنحاول وهنستمر في المحاولة فيه إلى أن نغير حتى السلوكيات، مش بس في التدخين، في كل حاجة بيقدمها الإعلام بشكل مش صح يعني.
والقوانين بقى، والقوانين يا عمرو، في قوانين في مصر المفروض، انا اللي انا سامعه ان المفروض في مصر ممنوع ان انت تتدخن بالظبط في الاماكن، في شركه مثلا، في بص هو في قوانين في يعني في قوانين في مصر حكوميه يعني بتبقى اليافطه بتاعت ممنوع التدخين والراجل قاعد تحت اليافطه. هو بالفعل في قوانين، ولكن حسب اللي بيليد المنطقه اللي هو فيها ممكن ما يطبقش القوانين، يعني قليل جدا اللي بيطبق القوانين. ده بيساعدكم بشكل او باخر ولا؟ بص هو احنا برضو كان من ضمن حملاتنا ان احنا نجيب الشركات اللي حاولت تخلي شركتهم بلا تدخين او تخلي شركتهم خاليه جدا من التدخين، اللي عاوز يشرب سجاير يشرب بره، ونزلنا بنتكلم في الشركات دي، دخلنا الشركات دي كنا بنوعي الناس اللي بتشرب سجاير ان هي لا بطل سجاير والكلام دوت، وكنا بنكرم اصحاب الشركات دي. من اكبر انجازاتنا خلينا السي اي سي الجامعه الكنديه في مصر من اول جامعه على مستوى الشرق الاوسط بلا تدخين، يعني اللي يشرب مكان خالي من التدخين، اللي عاوز يشرب سجاير يشرب بره خالص. فطبعا الانسان لما بيطلع من المحاضره عشان يطلع بره في التجمع في الصحراء مش هتكمل في مصر يعني. لا عشان يشرب سجاير يطلع بره، فالموضوع بقى بينه وبين الطالب شويه صعب جدا ان يعني انت تخلي الطالب يطلع من المحاضره يوصل لغايه اخر البوابه ويطلع بره البوابه عشان يشرب سجاير، فكان الموضوع طبعا مؤثر جدا وبيقابل جامعه ثانيه طبعا. بس احنا بالفعل خلينا جامعه السي اي سي اول جامعه بلا تدخين على مستوى الشرق الاوسط، يعني خاليه من التدخين. يعني شغل جميل جدا، الله ينور عليكم. الله يكرمك يا عمرو. انتوا بقى ايه يعني ناويين تعملوا ايه؟ ايه الجاي؟ ايه الجديد؟ هتكبروا ازاي؟ احنا حاليا نازلين كامبين ان شاء الله قادمه في الاي او سي، هننزل بشكل مختلف من بدايه اللوجو الى حتى اسلوب التوعيه، هيبقى شكل مختلف خالص. مش بس هننزل للاي او سي كجامعات، لا هنبدا نفكر اكتر في الاطفال، هنبدا نحاول نشوف حاجات تجذب الاطفال بشكل كوميدي وشكل العاب تخليهم تحذرهم من المشاكل اللي ممكن تعود عليهم لو بداوا يشربوا سجاير، لان طبعا اكيد انت تحافظ على النبته الجميله اللي هي لسه ما جربتش بتبقى حاجه ايجابيه اكتر، وان انت تفاعليه اكتر معاك ان هي تقضي على قضيه التدخين كلها بشكل عام. بنفكر في كل اتجاه ان احنا نقدر نكبر فيه كموبايل ابلكيشن، هنبدا نزود الموبايل ابلكيشن كافكار ونخليه على اكتر من مش اندرويد بس، اندرويد وايفون، وهنخليه كمان بشكل مختلف واكتيف قوي بين الناس وبعضيها. هنبدا نعمل شغل جديد جدا الفتره الجايه ان شاء الله. يعني طيب دلوقتي يا عمرو لو هندي نصيحه مثلا لحد قاعد في بيته مدخن ومدخن سلبي، عايزين نوجه لهم نصيحة للمدخن مثلا 1 2 3 خطوات دي اعملها هتساعدك ان انت تبطل في ظرف كذا 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 فترة معينة او تمام. بص هو المدخن والمدخن السلبي نصايحنا ليهم كمدخن سلبي يبدأ يوعيه اكتر، يبدأ يحاول يتصل بالجمعية علشان يخليه نتواصل معاه ونبدأ نخليه يبطل سجاير. المدخن نبدأ نقول له لو سمحت خاف على صحتك، خاف على الناس اللي حواليك، حاول تقلل عدد السجاير كالنماذج اللي احنا قلنا عليها، تبدأ تقلل عدد السجاير، تبدأ تشرب أقل في الأنفس بتاعت السجارة، تبدأ تشرب مية كتير وخضروات كتير، تبدأ حضرتك تطبق قانون اللي أنا كل ما أكون نفسي في سجارة أخليها تأجل يعني فترة أقوى أكتر، يعني لمدة 5 دقايق، بكرة نفسي فيها أخليها 10 دقايق، بعده فيها نفسي فيها فبقى نص ساعة، إلى أن حضرتك تبدأ تنسى ميعاد السجارة المعين ليك. لو محتاج مننا ان احنا نقدر نساعدك في حاجه يا ريت تتواصل معانا واحنا نقدر نفيدك يعني ان شاء الله. شكرا عمرو المغربي، نورتنا، عضو جمعيه حياه بلا تدخين. نورتنا عمرو، شكرا. الله يكرمك. وشكرا يا سكينه، ويعني يا رب كده يبقى مش بس مصر بلا تدخين، يبقى العالم كله بلا تدخين، عشان هي عاده ملهاش اي لازمه في الحياه. ويعني شوية إرادة خفيفة منا كده إن شاء الله، ونمشي على الحاجات اللي عمرو قالها لنا واحدة واحدة، أو لو نقدر نتواصل معهم في الجمعية بتاعتهم. شكرا ليكم، ونتمنى لأي حد ما بيشربش سجاير إن هو ما يشربش أبدا، واللي بيشرب يبطل، ونشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.